قالت الأمم المتحدة أن نسبة وفيات فيروس كورونا في اليمن تقترب من 25% من حالات الإصابة، وهو معدل مثير للقلق. وأفاد مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أن معدل الوفيات بلغ 25%، وأن أكثر من 75% من حالات المؤكدة هم من الرجال وأشخاص في فئة العمرية ما بين 45 و 59. وكانت اللجنة الوطنية العليا قد أعلنت مساء الاثنين تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 محافظات يمنية، مما يرفع عدد إصابات كورونا في اليمن منذ إبريل الماضي إلى 496 حالة، بينها 112 حالة وفاة.